تشيتوس لإكسترا باس لرادو من برا لميرال على ثلاثية بتسجيلها الثلاثية تعمل هجمة من إكسترا باس سريعة باسات سريعة من الأهلي وسبين موف حلوة من شا ثري بوينت في ثري بوينت كده حلوة من شاز عبد الحكم يسرى أشب بكيك أوت مظبوط لفريدة مدحة شريف الفولو إنما بلوك ولا أروح ده بتخلص عن ميرال بتستعجل إنما الريباوند حلو بين الدبل ديفنس اللي بتعدي منه شاملت كل حاجة وكانت ممكن هي تطلع إنما ميرال أشرف والترانزيشن وادي سرايا محمد على ثلاثية أول ثلاثية للأهلي عن طريق أو تاني وادي تاني محاول على البيز لاين كده حلوة اللي بتستلمها ميرال وبترجعها تاني ليش اللي بتحاول على سي بوينت اللي بتلاقيها للفولو سهل في لسرايا محمد بتنزل لشا تحت لفريدة وائل على ثلاثية فريدة وائل بتدخل تحت وائل لسلعوي على 3 بوينت ميرا الأشرف إنما محاولة كده للكنترول من سارة مسعود وادي بيكا محاولة تانية لثري بوينت لها يا بيكا دينا عمرو فريدة محمد على الأوبن شوت للتسجيل ثري بوينت لازم أقول لك إن دي سارة مسعود لفريد علي اللي لفت واستلم الثاني على محاولة لثري بوينت حلوة لفريد علي الثانية لا ادي سارة مسعود عشان بناء على جمهور الأهلي اللي بيطلب وادي الدبيكي بتعمل بريباوند حلو وادي بيكو بتعمل كده فاول على لوزة انما دي سرية محمد هلا وسرية بتلاقي مكان لها بسرعة كده بتسجل وبتلاقي الكرة الثانية ترجع على الأوبن شوت على الزيرو بوزيشن بتسجل بهدوء خالص سرية